أتمنى. معذرة يا سيدي، هذا الباب للموظفين. أوه سبونج بوب، هناك شيء مختلف فيك اليوم. جسدك يبدو أكثر قوة. هذا بسبب سروالي الطويل. بالطبع هو. ستتولى الخزينة اليوم. إلى المطبخ يا سيد شفيع وابدأ في الطهو. لكن يا مستر سلطة، لماذا؟ حسناً، فقط انظر، سبونج بوب لديه سروال طويل وأنت ليس لديك شيء. سأعتد على هذا العمل. ما الذي سيخفض هذا الأسبوع؟ لا يوجد تخفيض أبداً. شفيع، متى يبدأ الخصم الكبير؟ لا يوجد خصم كبير. شفيع، ماذا أفعل إذا كان التسجيل أقل ب$2000؟ حسناً، هذا يكفي. فهمت أنه من الخطأ أن تتولى أنت أمر الخزينة، فأنت تبدو فقط أفضل بكثير من هذا العمل غير الممتع. أنت يجب أن تكون رئيس السقاة وتحيي العملاء عندما يدخلون، لأنك سوف تسحر الجميع بمنطالك الطويل. حسناً. أهلاً، كيف حالك؟ تبدو جيداً. تريد خردل؟ في الحال. كيف حال الفطيرة يا سيدي؟ هل أنت مدير؟ لا، مجرد رجل يرتدي سروالاً. سروالي الطويل الثمين. ما الأمر أيها الماهر؟ هل تواجه مشكلة مع بنطالك؟ لا شيء يا مستر سلطة، لكني مناسب كرئيس سقاة. نعم أنت محق، لكنك أكثر جودة من هذا. أكره الاعتراف، أنا كثير على هذا المكان. حان الوقت كي أرحل. إلى أين سيذهب؟ مكان يقدر رجولته. دوريس، أنا أصر. لا تكوني سخيفة. اسمحن لي، يجب أن أدفع. على كل حال أنا رجل وأرتدي. يا له من بنطال، وتلك الطيات تبدو رائعة جداً. أيها الأحمق، التنظيف الجاف خلال ساعة. البطاقة من فضلك. أمرت ساعة بالفعل مرة أخرى. نجحتي في اختبار القيادة. تعرف، لم أقم باختبار القيادة بسروال طويل. سأفعل هذا، إنه رجل حقيقي. فلنجرب التوقف المتوازي. افعلها ببطء. أسرع قليلاً. لقد بدأت أتقن هذا. كنت سأجعلك ترسب وأرسلك إلى السجن، لكن بسبب السروال الطويل والدم الذي يتدفق في رأسي فقد نجحت. أخيراً حصلت على الرخصة. أغلقوا أبوابكم ونوافذكم، إنها نهاية العالم.